الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسلين وآله وصحابته وتابعي من واله الآباء والإخوان في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث فوائد وعبر وأحكام. ففي هذا الحديث الإيمان تتفاوت درجاته بين الناس، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان درجات وله أركان ستة. الإيمان عنده أركان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان درجات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى من الطريق، والحياء من شعب الإيمان. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، فهذه من شعب الإيمان. وفي هذا الحديث تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة ليست القوة البدنية. ما تفتكر إنه يعني يقول لك يعني زول لو قوي في جسمه، ما ممكن زول يكون كافر ويكون عاتي رقبته سيف ما ينزله، ده ما المقصود. ويمكن يكون زول مسلم برضو يعني ضخم الجثة وعظيم البدن، ولكن لا يساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لياتي يوم القيامة، إنه لياتي الرجل السمين أو العظيم يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. واقرأوا قول الله عز وجل: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما عنده وزن. قال لك زول ماكن، أسأمكن أسمن زول منه، أسمن زول في الدنيا دي لو كان كافر، اللي زيك ده مش ما شايف عامل كيف زي الجرينتية. والله زول أنا ما لاقاني زول زي زول، تلقاه محكر ولا بسطرحة عمرة ويسقاه وشغال ونجر ساي، لا دليل ولا أي حد، بس نجر وافتراء وتضليل وتلبيس وتدليس وغش وخداع. وده دين أي زول يدعو إلى غير سنة رسول الله إلا أن يستعين عليها بالكذب. شوف دار تدعو لأي دين، لأي طريقة، لأي فرقة، لأي ملة غير التي جاء بها رسول الله، لن تستطيع أن تنصر هذا الباطل إلا بالكذب. عشان كده كذابين. والكتب مليانة. أبوك عبد الرحيم الزريبة هنا قال: الأولياء بيعلموا الغيب، وقال بده الجنة، وقال بيقلبوا البيت ولد، كذب، كله كذب. لذلك دين المتصوفة مبني على الكذب. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القوي أفضل عند الله وأحب إلى الله، والضعيف كذلك فيه من الخير، وفي كل خير، علدناهم فيهم خير. فالإنسان يحرص أو يحرص على أن يحصل يفعل الطاعات ويجتنب المنكرات حتى يقوي إيمانه. شوف الزول الإيمان قوي، صاحب الإيمان القوي
لا يسجد لغير الله، ولا يحلف بغير الله، ولا يستعين ولا يستغيث بغير الله، ولا يحلف بغير الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج إلى بيت الله. كل هذه من صفات المؤمن القوي، يفعلها على أكمل وجه. عشان كده المسلم يحاول بقدر الإمكان، ولا أيام دي أيام برد، ودي أيام الاختبارات ذات، أيام الاختبارات في الدنيا الأيام دي في برد وفي يعني قر، الناس بتلقى المساجد صف وصفين، والله مرات صف واحد ما مكمل. والله الذي لا إله غيره ولا رب سوى، مرة مشيت قرية في الجزيرة هناك، قرية على الجزيرة، الأذان الصبح أذن، مشيت المسجد ما صلينا إلا أنا والمؤذن. وين ناس الحلة؟ ناس الحلة وين؟ نايمين. حي على الصلاة وتجاري البطانية لفوق، حي على الفلاح وتجاري البطانية لفوق. أما إذا كان في حفلة ولا حولية، إذا كان في حولية بتاعت أبوك الشيخ يا زول، ده بيساهر ليه الساعة 3 صباحا، تلقاه يضرب الفتة ويقوم يتنقل زي كرة التنس، فتة متوم حمتني النوم، فتة مشطة حمتني النطة. ده الدين التصوف، تقرأ التصوف عنده حاجة؟ التصوف ما عنده أي دين غير الرقيص والشرك والبدع والضلال. فقال وفي كل خير، ده فيه خير وده فيه خير، لكن الأول أحب إلى الله، والضعيف الإيمان ضعيف عليه أن يحصل الطاعات وعليه أن يفعل الواجبات حتى يلحق بذاك الأول. قال احرص على ما ينفعك، الإنسان يحرص على الشيء اللي ينفعه في الدنيا، وأعظم شيء يحرص عليه الإنسان في الدنيا التوحيد. والله زول معلق ورقة في ضراعه ويموت عليها ما عنده أي عمل، يعتقد فيها ما عنده عمل. زول يدعو له صاحب قبة ده ما عنده أي حرص. زول يذبح لغير الله ده ما عنده حرص على دينه. احرص على ما ينفعك. الزول في الدنيا بيكون حريص، وأنا بضرب المثل ده طوال. الزول لو خش السوق دار يشتري له طماطم ما بريح الطماطم، يقلب ودي حمراء، ولو دار يشتري قماش بتاع جلابية دي سكروتة، ما بيتغشى، حريص في أمور الدنيا. أما في الدين يا زول، في الدين ده بياخذ من أي أبحاث؟ يقول لك والله ما كلنا واحد. قال لك من واحد؟ نحن لا نتفق مع المتصوفة في الشركيات التي يفعلونها، لا نتفق مع الإخوان المسلمين في هذه التحزبات والتكتلات والاعتصامات والمظاهرات، نحن لا نتفق مع الشيعة في سبهم لأصحاب رسول الله وفي كفرهم بكلام الله وتكذيب الآيات الواضحات من كتاب الله. ما بنتفق لا مع الشيعة، لا مع الصوفية، لا مع الإخوان المسلمين، لا مع المرجع ولا المعتزلة ولا غير من أهل الضلال. وإنما الذي يقنعنا ونقنع به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيقنعنا. والله تجي شفت تكوارك للصباح ما بتقنعنا إلا الكتاب والسنة. أما شيوخك شيوخ الصوفية ما عندهم أي حاجة، ولو عندهم حاجة خليهم يعملوها. كل أربعة وكل سبت بنجي هنا، وحلقتنا يوم السبت والأربعة ندعو الناس إلى توحيد الله والكفر بطواغيت الصوفية والكفر بالطرق الصوفية والكفر بالقباب والكفر بالأضرحة، ولا نخشى في الله لومة لائم، لأنه ربنا قال في القرآن الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. احرص على ما ينفعك، خليك حريص على الشيء اللي ينفعك، وأعظم الذي ينفعك التوحيد، أعظم شيء بينفعك بعد رحمة الله عز وجل التوحيد. لأنه لو جئت يا ربنا بتوحيد ولو كانت أعني ذنوبك أمثال الجبال عسى الله أن يغفرها لك ويتجاوز عنك، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا قال يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بغرابها مغفرة. كلام واضح، وده الدين، وده اللي بيصلح الأمة، وده الذي تستفيد منه الأمة. الأمة ما بتمشي لقدام إلا بتوحيد، الأمة ما بتمشي لقدام إلا الناس ترجع للعقيدة الصحيحة، إلا الناس يكفروا بالقباب والأضرحة والمقامات والبيانات ويتوجهوا لله عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وهذا أمر من رسول الله قال واستعن بالله، تستعين بالله عز وجل ولا تعجز، تستعين بالله في الأمور التي لا يستطيعها إلا الله.
زول داير جنة بيستعين بالكباشة، ده شرك. زول داير يعني ربنا يشفيه بيستعين بأبو تاي وحامضة بعصايا، ده شرك. زول داير مثلا يعني مال بيمشي هناك ومرحي، لا، وإنما يطلب من الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كلام ده مش واضح، لكن الصوفية ما دايرين الكلام ده، الصوفية والأخوان المسلمين ما دايرين الناس تصلهم الحقيقة دي، عشان كده بيعملوا غلبة وبيعملوا تشويش، وعاملين الصوفية بجاي حلقة، وغير من العطالة عاملين حلقة، وما بيقدروا يحاربوا الحق وما بيقدروا يواجهوا الحق، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، ولأن الحق قال الله عز وجل فيه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ده الدين. واستعن بالله ولا تعجز. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. تستعيذ بالله عز وجل من الكسل. الزاني أزن وإنت لسه نايم، ألا حي على الصلاة وإنت لسه في تحت البطانية، ده كسل. عشان كده الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الكسل، وينشط في طاعة الله، وينشط في نشر دين الله، وينشط في تبليغ دين الله. وأعظم الذي ما يبلغ التوحيد، لأن الأمة السودانية الآن مفتقدة التوحيد. الأمة السودانية الآن تحتاج إلى جرعة كبيرة من التوحيد. ناس يعبدوا القباب، ناس يعبدوا الأضرحة، ناس يعبدوا البيانات، ناس يعبدوا الرفات والرمم والجيف الباليات، ويعتقدون فيها النفع ودفع الضر من دون الله رب العالمين. دين ما دارين توحيد. والغاز قالوا غالي، الغاز الغلونة يا محمد المنتصر اللي زيرك، ولا مين بتاع بيت المال، وابوك المكاشفي، وابوك البرعي، وابوك واد بدر وغيره، ده سبب الغلا، وده سبب الوباء، وده سبب البلاء، لانه عبدوا الخلق لغير الله. ربنا قال في القران: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قالوا استعن بالله ولا تعجز. وان اصابك شيء، وده المحاك هنا، لما تجيك مصيبة وين بتتوجه؟ وين بتمشي؟ تفزع لرجال العلفون؟ قال يا رجال العلفون الأسرع من التلفون. يا زلمة انت والتلفون جنون، والله يا أوزاته الآن لا يدرى ما حاله، أفي جنة هو أم نار؟ تنادي لك زول ميت لا يسمع ولا يأكل ولا يشرب. قال وإن أصابك شيء، أي حاجة ضر، عليك أن ترجع إلى الله، وعليك أن تؤوب إلى الله، لقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال وإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. وده كثير من الناس واقعين فيه والليل، الواحد يقول لك والله سبحان الله، ما شفت العربية دي لو كان شوية السواق ده ما يا لفة كانت الشغلة بتبوظ. قال لك منو؟ لولا لطف الله، لولا لطف الله ثم بعد ذلك السواق ولا القمصان. لكن ده كلهم ما عندهم حول ولا قولة، لله الأمر من قبل ومن بعد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. جاتك أي حاجة ما تقول الله يا جماعة سبحان الله، الحيطة دي السنة كنت قاعد تحيطها، قلت لو ما زحيت ومفتكر نفسه شاطر، ما زحيت، ربنا لطف لطف بيك، ارجع له احمد الله على انه ربنا نجاك. واحد معاك في الحافلة، الحافلة كلها الناس انقرضوا وانت حي، احمد الله، يقول لك والله انا قاعد ورا السواق مباشرة، انا والسواق طلعان، انت قاعد بشطارتك يعني؟ ده من لطف الله عز وجل بك، وهذا من تقدير الله عز وجل ان جعل لك بقية ايام تعيشها في هذه الدنيا. قال وإن أصابك شيء لا تقل لو أني، لو يا ريت ويا ليت يا ريت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، دي الناس يا ريت ويا ريت دي ما بتنفع يوم القيامة، مين هنا خليك زول نجيب. لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالإنسان يكون حريص، عقيدتك ما تتغشى فيها. أنا والله دي نصيحة وبكررها طوالي للناس،
العقيدة أهم من المال، والعقيدة أهم من العقارات، والعقيدة أعظم ما يمتلكه الإنسان، أعظم شيء تمتلكه عقيدة صحيحة في الله، تستعين بالله، تستغيث بالله، تذبح لله، تتوكل على الله، تدعو الله، ده كله إذا كنت فيه نجيض، إذا فاتك شيء من حطام الدنيا فلا تبتئس، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أنا أكتفي بهذا القدر، وأقدم الشيخ آدم فليتفضل مجزيا مأجورا. بارك الله فيكم، السلام عليكم.